راح نسوي معاكم أكبر رول شاورما. نتبل شرائح صدور الدجاج بالليمون ومعجون الطماطم وشطة تشيلي وبهارات الشاورما والزبادي وزيت الزيتون، وعلى النار نشوحها مع شرائح الفلفل البارد والبصل، نرفعها حلو لو يكون فيها شوي صوص. وأكيد كل مطبخ في منتج منتجات سنيته زي القفازات أو ورق الزبدة أو أكياس اللحم أو المناديل. وفي هالوصفة بنستخدم النايلون والقصدير، نوزع 20 شريحة توست على النايلون ونلصقها مع بعض بالمايونيز ونفردها، نوزع عليها الحشوة والبطاطس المقلي والجبن والهلبين ونلفها بالنايلون، بعدين نحطها بصينية مبطنة بالقصدير. وقبل ما ندخل الفرن ندهنها بزيت الزيتون والبقدونس والثوم. ما راح أقول شيء، الوصفة تتكلم عن نفسها.